أول المراكز تواجد المقدمة براقة فهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري، يقدم لنا أيضا أحد الأسماء المميزة بشعاره وبانطلاقة أول المراكز. المركز الثاني التقدم من الواعية محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، يقدم لنا أيضا الواعية مع انطلاقة ثاني المراكز. المركز الثالث تواجد وتقدم أيضا هذا الشعار، شعار البريدي من تواجد وانتزع السيارة في الشوط الذي قبل قليل بانطلاقة مميزة وبمنافسة جميلة. ميعاد تأتي على الميعاد وتنطلق بشعار حمد بن جار الله بن محمد البريدي. المركز الرابع أتابع تواجد الشامخة لحمد بن راشد بن عبد الله المري. والمركز الخامس تقدم ووصول من قبل المركز الخامس بيضة لحزام بالزيد بن نديلة المري. هذه الأسماء الخمسة لنداءنا الأول، ومن بعد ذلك نعود ونتحول الصدارة إلى أيضا شعار بالعفرة مع هذه المنافسة الجميلة ومع تقديم أيضا انطلاقة مميزة من قبل براقة، تقديم براقة على الصدارة على المقدمة. نتابعها متابعنا العزيز على أيضا الكادر الأعلى عبر شاشة قناة الرياض وعبر أيضا شاشات دبي ريسنج الناقلة لأحداث وقائع هذا السباق. إذا تواجد براقة لفهيد بن علي بن فهيد الزبدان المري مع المركز الأول. المركز الثاني أتابع ثاني المراكز من تحمل الرقم واحد، تتواجد الواعية محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي من يمتلك الواعية، يرافقها زميلنا في التعليق حمد بن محمد الزعبي مع هذه الانطلاقة الجميلة مع المركز الثاني. ثالث المراكز ثالث التحديات أرى تواجد المركز الثالث الشامخة لحمد بن راشد بن عبد الله المري. والمركز الرابع أتابع من الجانب الأيمن تواجد مياسة لشطيط من سالم بن راشد الاكتيفي، يقدم لنا مياسة مع المركز الرابع. المركز الخامس من تحمل الرقم 27 تتواجد بهذه اللحظات وتنطلق الثريا لمحمد بن الضعيف بن حمد بن غدير الاكتيفي. هذا هو النداء الثاني مع انتصار في المسافة ومع أيضا مجاوزة وتجاوز لافتة 2 كيلومترات ما تبقت عن ناموس هذا الشوط. أعود إلى الصدارة، أعود إلى القيادة، أعود إلى براقة من ترفع بيارق الناموس، من ترفع بيارق المنافسة بهذه الانطلاقة. شوط الختام من يسجل باسم هذا الشوط نيسان بترول بكبي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة مع تواجد منافسات هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد مع انطلاقات الأسماء المتواجدة. براقة مع الصدارة، فهيد بن علي بن فهيد الزبداري المري يقدم لنا أيضا براقة مع الصدارة ومع الغيادة. المركز الثاني التقدم من الواعية محمد بن عبد الله بن محمد الزعبي، يقدم لنا هذه البطلة المشاركة مع ثاني المراكز. المركز الثالث شعار بن غدير على ثالث المراكز مع الثريا لمحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي مع ثالث المراكز. رابعا نتابع التواجد الجميل من المركز الرابع والتقدم المثير من شعار الزعبي مع الشامخة حمد بن راشد بن عبد الله المري. والمركز الخامس التواجد مع خامس المراكز والتقدم من قبل احد الاسماء مياس الشتيط بن سالم بن راشد الاكتبي. اذا براقه تفتتح مجريات الكيلومتر الاخير، الكيلو المثير براقه مع الصداره. وصلت الواعيه، وصلت الواعيه، ووصل ايضا شعار الزعبي مع المركز الثاني مع تواجد الواعيه لمحمد بن عبد الله بن محمد الزعبي. وغيرت بمجريات هذا الشوط الشامخه حمد بن راشد بن عبد الله المري، يغير مع الصداره، ينطلق مع المركز الاول، يواصل مع المسيره الجميله. وصل ايضا شعار بن قطامي مع هذه التحديات الجميله ومع معزه محمد بن مبارك بن محمد الفيده المري مع المركز الثاني، يقدم لنا هذا الشعار ليبحث عن النقطه الثانيه في هذه الفتره المسائيه. ثالث المراكز تحمل رقم 3 الديب محمد بن بطي بن محمد الحسن المري. والمركز الرابع قدوم ووصول من قبل احتكار لعلي بن عامر الحجري. والمركز الخامس شعار بن حايض، ولكن اعود
أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، أعود مع الشامخة، الشامخة في المكان، الشامخ والعلو مع هذه الانطلاقة الجميلة. وصلت الذيبة، الذيبة 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 تصل مع المركز الثاني، والشامخة صامدة، ما زالت صامدة مع الصدارة. الذيبة مع التحديات، مع المنافسة، مع المطالبة بناموس هذا الشوط. غيرت الذيبة، انتقلت مع المركز الثاني، ولكن ما زالت صامدة، ما زالت صامدة الشامخة، الشامخة والذيبة، الذيبة والشامخة. ولكن اللحظات الأخيرة وفازت الشامخة بأيضا سيارة هذا الشوط. مهني ونبارك لحمد بن راشد بن عبد الله المري على هذا الفوز المستحق لهذه المراكز. الذيب لمحمد بن بطيء الحسن المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل الثالث المراكز، كان الوصول من قبل احتكار لعلي بن عامر الحجي المركز الرابع، كان الوصول من قبل معزل محمد بن مبارك محمد الفيدة المري والمركز الخامس، كان الوصول من قبل الثريا محمد بن رضعي بن حمد بن غدير. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، نذهب الى التوقيت الزمني ووصول الشامخ الى خط النهايه معلنة الفوز والناموس. نهني ونبارك لمارك الشامخ، 6 دقائق ثانيه واحده يتيمه من ايضا الثواني 25 جزء من الثانيه. نهني ونبارك لمارك الشامخ حمد بن راشد بن عبد الله المري على هذا الفوز المستحق المركز الثاني. وصلت الذيبه 6 دقائق ثانية 29 جزء من الثانيه. الثالث كان محمد بن بطيء الحسن المري المركز الثالث، كان الوصول من قبل احتكار توقيت 6 دقائق ثانيتين 42 زون الثانية. الثاني التبريكات نزفها لمالك احتكار علي بن عامر الحجري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، انغضب